معي عبر الهاتف من أبو ظبي دكتور عماد سعد الخبير بإيوة الاستشاري في التنمية المستدامة. أهلا بك معنا دكتور عماد. إذا ما تحدثنا عن هذه الكوارث الطبيعية وبسبب ارتفاع الحرارة، كل هذه الحرائق، ما أبرز وأكثر ما يخيفكم من تداعيات بيئية؟ نعم، شكرا لك سيدتي. أهلا وسهلا. ما يجري حول العالم من زيادة ارتفاع درجات حرارة و الآثار السلبية لهذا الارتفاع تنعكس على كافة جوانب الحياة، ومن ضمنها كما ورد في التقرير زيادة حرائق على مستوى العالم. نعم. هل هذه الزيادة هي حاصل تحصيل للخلل المناخي الذي يجوب العالم، والذي أسبابه الرئيسية تعود إلى زيادة الاحتباس الحراري، وسببه هو زيادة غازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون. إذن الإنسان ذو السلوك الغير مسؤول اتجاه البيئة وما وريدها أدى به الأمر إلى أن يدفع ثمن، وسوف ندفع ثمن صحيح على مستوى العالم بما هو قادم. ولكن ألا تختلف هكذا أمور، هكذا حرائق، هكذا تداعيات بيئية سيئة طبعا، عن تداعيات التغير المناخي؟ كون ما نتحدث عنه اليوم هو بسبب سبب طبيعي فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة. الحرائق الطبيعية يعني نسبتها واحدة على مستوى العالم عبر التاريخ، ما هي طبيعية. البراكين لها تأثير سلبي والحرائق لها تأثير سلبي، ضمن النسبة الطبيعية لا حرج، ما بتؤدي إلى كوارث، لكن إنما زيادة المعدل عما هو متوقع وعما هو شهدته القياسات عبر أكثر من 100 عام أدت إلى إعادة النظر بما بالأسباب الرئيسية التي أدت بنا إلى هذا الارتفاع. على سبيل المثال يعني زيادة الحر هذا والاحترار المناخي أدى إلى زيادة نسبة التصحر على سبيل المثال، يعني فاقت 10% من مساحة اليابسة مقارنة ب 0.02% منذ 50 سنة. يعني أنه القياسات بتقول لك أنه، ونفس الشيء على مستوى الحرائق، يعني معدل زيادة الحرائق على مستوى الكرة الأرضية له أسباب رئيسية: زيادة ارتفاع الحرارة والخلل بالمنظومة البيومناخية الموجودة على الكرة الأرضية. هذا الخلل سببها الإنسان بالدرجة الأولى. يعني نحن شئنا أم أبينا عم ندفع ثمن، وشئنا أم أبينا سوف نذهب إلى إعادة النمط الإنتاج والاستهلاك راغمين قبل أن نكون مرغمين. يعني سوف نصل، نحن سكان الأرض وما عليها من كائنات أخرى، سوف نصل إلى المحل الذي لا رجعة منه، وقد بدأ هذا. نعم، يعني السبب بطريقة أو بأخرى كما فهمت منك دكتور عماد، وهذا كان جواب وافي جدا لسؤالي، بأنه سبب الارتفاع درجات الحرارة مسبب الرئيس للحرائق هذا هو أصلا بسبب تغير المناخي. بالضبط، من نتائج تغير المناخي. بالضبط، يعني طيب. بعيدا عن تقديرات العلماء الفلك بأنه دورة شمسية وما شبه ذلك، وظهور بقعة سوداء على سطح الشمس، يعني هذه التقديرات الفلكية نحن نحترمها ونحترم كل الآراء، لكن بوجهة نظرنا كبيئيين نقرأ الأمور ببعد استراتيجي أكبر من البعد الفلكي. هل من نسبة تقريبية إلى أي مدى ازدادت هكذا حرائق مقارنة بالفترة السابقة؟ وللأسف يعني تقول أنه الآتي أعظم. الآتي أعظم، لكن إنما القياسات بالنسبة لمعدل الحرائق على مستوى العالم تنوف 3.5% قياسا بالخمسين سنة الماضية. 3.5% رقم عالي جدا، يعني بي 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 يعني يترجم على أرض الواقع بآلاف الحرائق. يعني خذي بالاتجاه المعاكس، متى كنا نشهد بشبه الجزيرة العربية وبصحراء الربع الخالي وما شابه ذلك كنا نشهد منظر من الثلوج؟ هذا أمر غير معهود وغير يعني لا يصدق، اليوم حقيقة على أرض الواقع. فبالتالي هذا الخلل لم يأتي من فراغ، والقادم أعظم. بالتالي علينا أن نكرر مرة أخرى يعني معادلة ذهبية مهمة، علينا أن نذهب إلى
إعادة الاعتبار لنمط الإنتاج ونمط الاستهلاك بما يحقق تنمية مستدامة علينا وللأجيال القادمة. علينا أن نذهب إلى هذا النمط راغبين قبل أن نكون مرغمين. أنا أشكرك جزيلا دكتور عماد سعد الخبير البيئي واستشاري بالتنمية المستدامة على هذه المشاركة من أبوظبي. شكرا.